صباح السعادة. الانتخابات الرئاسية على الأبواب، والمشاركة ده أمر مهم جدا، خصوص لأولادنا الشباب. لازم يكون لكم دور، ودور فعال جدا. انزل وقول صوتك وقول رأيك، اختار براحتك، الصندوق موجود المرة دي والمرة الجاية والمرة اللي بعديها. تعود دايما يكون موجود في أي انتخابات، لازم تكون موجود. لازم كلنا يبقى لنا دور في بناء مستقبل هذا الوطن. ده استحقاق دستوري وواجب وطني علينا جميعا. أنا بدعو كل فئات الشعب المصري إن هي تنزل تشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن تبقى المشاركة في الانتخابات، وأيضا النزول إلى اللجان الانتخابية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من 2024 إلى 2030 هو واجب وطني على كل مصري ومصرية في هذا التوقيت. فهذه الانتخابات تجري خدمة لكل المصريين، وأهمهم هو المواطن العادي الذي تقوم على أكتافه نهضة مصر. لذلك أدعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء الوطن، بدءا من إبداء الرأي في الانتخابات إلى أداء أدوارهم بصدق وإخلاص. المادة 87 بتقول إن الانتخابات حق واجب. هي فعلا حق واجب مش للمواطن بس، هي حق وواجب على المواطن أيضا تجاه دولته الوطنية. إحنا هننزل عشان هنشارك ونساند دولتنا الوطنية. انزل واختار أي مرشح أنت عاوزه، لن يكون معك سوى ضميرك وربنا سبحانه وتعالى عند الاختيار.